سنة وانتو طيبين، رمضان كريم. معاكم مارينا عادل في برنامج حلاوتك في رمضان، بنقولك نصايح علشان انتي لو بتعملي دايت ما تتخنيش في شهر رمضان. نصيحة النهاردة هنقولك ازاي تشربي الشوربة. الشوربة هتساعدك كتير قوي ان انتي ما تاكليش كميات كبيرة وقت الفطار. يعني اشربي كوباية مية او كوبايتين مية قبل الاكل بحوالي ربع ساعة. بعد كده اما تيجي تبدأي في الاكل ابدأي على طول بالشوربة. يعني انت كده كده بتاكلي وكده كده بتطبخي، اطبخي كل يوم طبق شوربه كده كبير ليكي وحطيه على جنب، ده تبتدي بيه الاكل بتاعك. تبتدي تاكلي الشوربه وتخلصيها وبعد كده تبتدي في الاكل. طبعا الميه هتسد نفسك، الشوربه هتملى بطنك، اما تيجي تاكلي هتلاقي ان انت بتاكلي كميات قليله. وحاولي برضو في وسط ما انت بتاكلي تكتري من الشوربة، علشان حتى الشوربة غير ان هي هتقفل بطنك خالص، هتساعدك كمان لو انت عصرتي عليها ليمون، لو انت بتحبي الليمون وعصرتي عليها ليمون هتساعدك ان تحرق الاكل اللي انت كلتيه. استنونا في نصايح جديدة وحلقات جديدة. معاكم مارينا، وكل سنة وانتم طيبين.